ألو، ربحت 20,000 دينار؟ شلون؟ متى؟ رقم الحساب؟ إيه إيه أوكي. 4557032 أوكي. بقول لكم شو صار معاي اليوم. تخيلوا ان انا ربحت. شو قاعد يصير؟ ليش قاعد ينخصم؟ كيف خصم مني؟ البنك ما يطلب معلومات حساباتك السرية ابدا، علشان كذي لا تعطي هالمعلومات حق اي احد. لنكن على دراية.